عندي الهاند اهي. جوه الهاند لو شلت انا البرمجه او دروس حاجه التندون بتاعت الديب الفليكسور، وهلاقي التندون بتاع الفليكسور ديوترون بروفاندس اربعه. فليكسور ديوترون بروفاندس اربعه تندون يروح عن الساتر انتو ذا ديستال بيز اوف ذا ديستال بالانس اوف ذا ميديال فور فينجر. ده التندون بتاع مين؟ الفليكسور ديوترون بروفاندس. لو شفت الفرمه هتلاقي التندون بتاع الفيكسور بروفاندس. انا هجيب البروفاندس، خارج من هذه البروفاندس ماسج اربعه. ادي واحده اهي، وادي الثانيه اهي، وادي الثالثه اهي، وادي الرابعه اهي. الأربعة مصر دول خارجين من التنفس بتاع الفلكسور ديوترون بروفاندس، ويروح يعملوا ايه؟ انسيشن في الاكسنسور اكسبانشن. فاكرين الاكسنسور اكسبانشن؟ بتاع الاكسنسور ديوترون يروح يعملوا انسيشن. فالانسيشن بتاعهم في الاكسنسور اكسبانشن، يعني يكتب من اهوت ويجي على الفينجر ويجي لبره الاكسنسور اكسبانشن. فده برضه ده الاكسنسور اكسبانشن. وابص الاقي ان اللاترال عندي اثنين واربعة، ادي واحد اثنين ثلاثة أربعة، اثنين لاترال لومبريكال مصر. دي من الفاين مصر بتاعت الهاند، فيري امبورتنت. دي بتخلي ايديك تقدر تمسك الحاجة فيري فاين، تقدر تمسك القلم، تقدر تمسك الريشة السني، تقدر تكتبي كويس وتكتبي حروف كويسه ونضيفه وتعمل الفاين موفمنت ذا هاند. عشان كده الامبريكال مصر ار امبورتنت مصر، لان الفاين موفمنت بتاعت الهاند اعتمد عليه. اربعه خارجين من التندون بتاع كتف الجوتورم ويروح للسنس اكسبشن اوف ذا ميديال فور فينجر. ولاحظ الاثنين لاترال دول سيمي تاني لهم براس واحده بس. لكن الاثنين ميديال باي سيم لهم راسين، خارجه من التندون ده والتندون اللي جنبها، ورايح حاجه دي خارجه برضه من التندون ده والتندون اللي جنبها، ورايح حاجه. لكن دي خارجه من التندون واحد بس ومن التندون واحد بس. حتى افتكرها ان الايه اللومبريكال اللاترال يونيسيبيتال والميديال باي سيم. الامريكان ده مصر ده مصر دي بتحط الهاند في الرايتنج بوزيشن. It flexes the metacarpophalangeal joint and extends the interphalangeal joint. دي الامبورتنت بتاعتها. تحط الهاند في الرايتنج بوزيشن. فليكس الميتاكاربوفالانجيال جوينت اللي هي ده اهي. ده ميتاكاربوفالانجيال جوينت ده. الناقل جوينت. تعمل لها فليكشن. واكستنشن الانترفالانجيال جوينت. It extends the interphalangeal joint. تحط الهاند في الرايتنج بوزيشن او الاوبستريشن بوزيشن بتاع النساء والولاد اللي بتيجي تعمل بي دي وتبص تلاقي صعب قوي. عشان يعمل فليكشن الانترفالانجيال جوينت. النيرف سبلاي بتاعها الاثنين لاترال، بياخدوا النيرف سبلاي من الميديال نيرف والاثنين ميديال جاتو من الالمر نيرف.
يعني اثنين لاترال ميديال نال والاثنين ميديال بالاصغر نال شاكين ده الميكانيكال ماسك. هذا من الفصل في المدينة. هذا من الفصل.